اهلا بيكم كل مشاهدي اليوم السابع. طبعا كلنا سمعنا عن حادث الاعلام الكبير امبارح عمرو اديب على طريق وصل دهشور اللي بتربط الطريق الواحد بطريق مصر اسكندريه متجه لميدان جهينة. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي احنا قدام مكان الحادث تماما، وزي ما حضراتكم شايفين كمان ان دي اثار الحادث، اثار تحطم السياره، الجزء الامامي من السياره من الامام. زي ما حضراتكم شايفين دي اثار الحادث. العزيز عمرو امبارح خرج من المستشفى امبارح بالليل بعد اجراء فحوصات واطمئنان على الكدمات. زي ما حضراتكم شايفين بيجي كل يوم من الطريق ده بعد ما يخلص شغله على الطريق المقابل لينا الناحية التانية، لان بيجي من الناحية التانية اتجاه مدينة الشيخ زايد، بيجي يعمل يوتيرن قدام، وللأسف كانت جاية عربية أنابيب كبيرة في ظهره، هو طالع بشكل بطيء والعربية التانية ما كانتش واخدة بالها من خروجه من بره، فاصطدمت بيه بشكل مفاجئ. طبعا اصطدم في عربية تاني كانت موجودة قدامه، لان الحته دي بالذات العربيات بتبقى فيها بطيئه بشكل ما بسبب ان في يوتيرن موجود هنا قريب مننا.